السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشتغل أول درس اللي هو الإلكتريكال هازارد. يعني إيه إلكتريكال هازارد؟ المخاطر الكهربية. كلنا عارفين او مننا اللي اتعامل مع الكهرباء عارف معلومه ان الكهرباء ملهاش تبين، فلازم لما تيجي تتعامل مع الكهرباء تتعامل معها بايه؟ بحرص شديد. ازاي؟ اول حاجه لازم بتعرف انت بتتعامل مع الجهد انت بتتعامل معاه، هل هو مثلا 1 فيز ولا 3 فيز، التيار اللي طالع لازم تعرف كام قد ايه، وكل تيار بيخرج ليه مخاطر معينه. يعني انسان لو اتكهرب ب 100 ملي امبير ممكن يحصل له ايه؟ ممكن يموت. لو الكهرباء جت مباشره للقلب ممكن يموت او للمخ. فطبعا الكهرباء ايه؟ حاجه خطيره. طبعا ده بيعتمد على المسار وبيعتمد على الديوريشن المنطقه وبيعتمد على المكان، خلاص المكان اللي هو ايه كهرب فيه. هنقسم الموضوع بتاعنا ل ثلاث حاجات. اول حاجه هنتعامل مع العدد اليدويه او العدد بصفه عامه. العدد تنقسم لحاجتين، لما اقول عده اقول ايه؟ هاند تول. العدد اليدويه في هاند تول عاديه وفي الكتريكال هاند تول. يبقى ده اول جزء هنتكلم عنه. اول حاجه الهاند تول دي بتتقسم لحاجتين اثنين، سكرو درايفر او اللي احنا تعرضناها يعني في شغلنا سكرو درايفر وبلايرز، وهنتعرض لحاجه ثالثه كمان اللي هي الكاترز. بس انا دايما هنستخدم الكتر في الاوف لاين، يعني مفيش حد فينا هيقطع كابل وهو ايه في اللايف، يعني مش هنقطع كابل وفي كهرباء، فاحنا هنضيف لهم الكتر مع السكرو درايفر ومع الايه؟ مع الفلاير. اولا الهاند تول، يعني ايه هاند تول؟ هاند يعني يد، يعني بمسكها فين؟ بايدي. في حد بيستخدم عده يدويه برجليه؟ لازم تمسكها بايه؟ بايدك. يبقى المخاطر انت ممكن تتعرض لها ايه؟ هما خطرين مالهمش تاني. الخطر الاولاني انجريت ماي هاند، يبقى الهازرد اللي ممكن تتعرض لها اثناء استخدام العدد اليدويه رقم واحد انجريت ماي هاند. اصابه في يدي. الاصابه اللي في ايدك هتيجي ازاي؟ لو انت استخدمت العده في غير مكانها، ولو استخدمت العده بطريقه خاطئه. يعني مثلا السكرو درايفر اللي هو المفك بستخدمه في ايه؟ فك مسمار، خلاص. واذا كان مفك تيست سكرو درايفر بستخدمه ان انا بقيس بيه ايه؟ بشوف فيه كهرباء واصله ولا لا، تمام. طب افترضنا ان واحد يستخدم المفك في انه يدق على حاجه، جاب شاكوش وقعد يدق، خلاص الله وبركاته. ممكن توقف يا محمد على ما ناخد الغياب، سيبه هو يتعامل. هتعرف تمام. يبقى اول حاجه انجرد مهند هيحصل امتى؟ هيحصل لما انت تستخدم العده اليدويه بصوره خاطئه او تستخدمها في غير ايه؟ في غير مكانها. يعني واحد عنده مثلا شباك مقفول ففتحه بالايه؟ بال يعني جاب المفك وراح جاي حط رشوه كده ما بين الباب وما بين اللسان وقعد ايه؟ طب ممكن ينكسر، فكسرته ديت ممكن يعور ايه؟ يعور ايه؟ يبقى العده اليدويه استخدمها في مكانها الصحيح، واستخدمها يعني استخدم الاستخدام بتاعها واستخدمها في الحاجه اللي ايه المطلوب، تمام؟ يبقى اول خطوه ممكن تعرض له ايه؟ انجريد ماي هاند. طبعا انت في الامتحان هتكتب سيتويشن،
يعني ما تكتبليش ايه في الامتحان انجل ماي هاند وخلاص، لا لازم تكتب لي سيتويشن تحت، تمام؟ تقول تكتب الكلام اللي انا قلته ده، ان انا استخدم العده في مكانها الصحيح، خلاص يوز هاند تولز ان رايت بليس اند رايت جوب، استخدمها في الايه؟ في الشغل الايه الصحيح بتاعك. وممكن تكتب سيتويشن، انت مثلا ممكن تفتح ويندو او شباك، لو فتحته بطريقه بالمفك ممكن انت تعمل ايه؟ تعور ايديك. بس على ذلك بقى حاجات كتير، اختار اي سيتويشن ايه؟ تقول لي. تاني حاجه بقى، تاني حاجه الالكتريكال شغل. لو في واحد مسك السكرو درايفرز والهاند بتاعته، الهاند طبعا بتبقى بلاستيك، السكرو درايفرز كلنا عارفين عباره عن ايد كده من الايه؟ من البلاستيك وسلاح، خلاص ديت ايه؟ بلاستيك هاند. ده ايه؟ بليد. في نوعين بقى، في الفلات تيب وفي اللي هو الفيليبس. الفيليبس اللي هو الصليب، الفلات تيب اللي هو المغطى، تمام؟ الالكتريكال تشوك بيحصل صدمه كهربيه، الصدمه الكهربيه بتحصل بتحدث نتيجه ايه؟ نتيجه ان اليد يكون حصل فيها كسر. لما اليد يحصل فيها كسر اصبحت اليد غير ايه؟ معزول. ويا سلام بقى لو كانت الايد كمان ايه؟ مبلول او انت عرقان. العرق اخطر حاجه على اللي شغال في الكهرباء. الانسان العرقان اخطر حاجه، او اللي مش نظيف اخطر حاجه على اللي بيشتغل في الايه؟ في الكهرباء. دايما اللي بيشتغل في الكهرباء لازم يبقى نظيف، لان العرق، العرق ده عباره عن ايه؟ املاح. الملح بيقلل ايه؟ مقاومه الجسم بتقل، وبالتالي ممكن الكهرباء بسهوله. وكذلك اللي عنده جرح في ايده، يعني دايما تلاقي اللي عنده جرح اللي مجروح في ايديه وشغال، الكهرباء اسرع من اللي مش مجروح، وبس الكهرباء اسرع واسهل. واللي عرقان، تمام؟ طبعا الميه، لو الايد فيها ميه وكانت مكسوره كل سنه وانت طيب، يبقى انت كده رايح ايه؟ نورك يا باشا. 102. طيب ماشي. خلاص الصدمه الكهربائيه، الصدمه الكهربائيه تحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل كسر في ايه؟ في الايد، وانت استخدمت السكرو درايفرز او البلايرز. بلايرز يعني ايه؟ ايه؟ بلايرز بنس، خلاص. والكتر قطر. طبعا السكرو درايفرز دي انواع، الصليبه والعاده والبلايز لها انواع، الدايجونال والميدل نوز والحاجات دي هتلاقيها موجوده يعني في الايه؟ في الورقه ان شاء الله موجوده يعني. اقراها من علم بالشيء يعني، تبقى عارف الانواع واسماء ايه كصار ولا هو بيرجع. يبقى ده الانجلد ماي هاند والالكتريكال شوك. لازم تكتب لي تحت ديت سيتويشن وتحت ديت ايه؟ سيتويشن. تكتب لي هنا حاجه وحاله وتكتب لي هنا ايه؟ حاله. نعم؟ انت استخدمت الايد وهي مكسوره، وبالتالي فقد اليد العزل بتاعه. يوزنج ذا هاند تول وزاوت بلاستيك هاند او وزاوت ايزوليشن ايه؟ هاند. استخدامها من غير يد ايه؟ معزول. انا مش عايز اكتبها عشان ايه؟ لو كتبتها كله هيكتب كده في الامتحان، انا مش عايز اعمل كده. فاهميني؟ انا ما كتبتش ليه؟ عشان اسيبك بقى انت بايه؟ وخيالك بقى عيش حياتك. والا بالتالي كله يكتب زي بعض وما يبقاش تعليم بقى، تمام؟ ده اول حاجه هنتكلم عنها في الموضوع بتاع الالكتريكال هازارد. طيب بدل هاند تول العادي، طب الالكتريكال هاند تولز العدد اليدويه اللي بتشتغل بالكهرباء، اللي هي اصلا ما اعرفش استخدمها لما تبقى فيها ايه؟ كهرباء. ده مثال عليه ايه؟ السولدرنج ايرون. الناس بيقولوا ايرون،
سولدرنج ايه؟ ايرو اللي هي بتاعه كاويه اللحام. كاويه الايه؟ كاويه اللحام. في حد فينا ما يعرفش كاويه اللحام؟ في حد فينا ما استخدمهاش قبل كده؟ في حد فينا ما شافهاش قبل كده؟ اكيد كلنا شفناها. ما شفتهاش خالص؟ انت محتاج تتعالج يا ابني. خلاص خش على النت وتكتب سولدرنج ايرو وايه وتخش تشوف شكلها، وطبعا انت هتشوفها في المعمل. خلاص؟ كاوية اللحام في كذا نوع ليه. النوع الاولاني اللي هو البنسل، بنسل سولدرنج ايرو، اللي هي كاوية القلم، عباره شبه القلم كده. طيب الكاوية اللحام ديت بتيجي لما بروح اشتريها بقول للراجل ايه؟ انا عاوز كاوية لحام 100 واط، 120 واط، 150، 180، 200، 220، 300، 330. ليه بقول له كده؟ لما اروح اقول له هات كاوية لحام وخلاص. ليه بقى؟ كل كاوية لحام لها واط مختلف عن الثانية. كل ما يزيد الواط كل ما يزيد درجة الحرارة اللي بتطلعها. كل ما يزيد الواط كل ما يزيد درجة الايه؟ الحرارة. طيب انا بستخدم يعني في مادتنا احنا هنستخدم الكتريكال كومبوننت، هنستخدم مكونات رجولها ضعيفه زي الاي سي 35، زي الفوتش جنريتور 7805، زي المقاومات، زي المكثفات، زي الملفات. فما اروحش اجيب كاويه مثلا 50 واط ولا 40 واط، تمام؟ الواط بتاعها هيبقى قليل، هتغيب على ما بتسخن، تمام؟ طيب انا عايز ايه؟ عاوز انجاز في الشغل، فانا ممكن اجيب كاويه يبقى الواب بتاعها مناسب، اجيب 100 مثلا 120، بحيث ان هي تسخن لي الايه؟ شريط اللحام بسرعه وتبدا تحمل الايه؟ النقطه. فاهمني؟ طيب دي عايزه سرعه، ما اقعدش بقى ايه؟ ما اقعدش احط الكاويه على النقطه واسيبها، لانها ممكن تبوظ لي الايه؟ الرجل. فانا اجيب كاويه مناسبه، اجيب حاجه وسط. تمام؟ طيب في نوع ثاني اللي هو السولدرنج جان. يبقى البنسل لها ايه؟ واط واحد. لها ايه؟ واط واحد، بروح اشتريها بالواط الواحد. السولدرنج جان عامل زي المسدس، عارفين المسدس؟ مش عارف المسدس؟ عباره عن شبه المسدس كده، يبقى فيه زرار في النص. الكاوية دي بتبقى لها 2 واط، الواط العادي بتاعها اللي هي بتيجي بيه، وفيه الزرار ده، الزرار ده لو دوست عليه بيسخنها لي باقصى قيمة تقدر توصلها. يعني لو انا مستعجل وعاوز الحم فبدوس على الزرار ده لتحت، وبالتالي طبعا هنشوف الحاجات دي كلها. زي مسدس الشمع. شبيهة بمسدس الشمع، احنا هنشوف الحاجات دي، هنجيب شنطة العدة دلوقتي والكلام ده كله ايه؟ هنقول. تمام؟ هتشوفوا يعني. لما بدوس على الزرار اللي تحت بيوصله بيخليها تسخن ايه؟ بسرعه. تمام؟ طيب النوع الثالث اسمه ستيشن او بترو بي تو بي ستيشن. الستيشن اللي هو عباره عن ايه؟ متعدده بقى. بيبقى تبقى عباره عن وحده كده فيها تدريج. التدريج ده فيه ايه؟ فيه الوقت. بظبط انا الوقت اللي انا عايزه، اخليها على 30، 50، 60، زي ما على حسب ما انا عاوز بقى. بيسموها الايه؟ ستيشن. ستيشن سولدرنج او سولدرنج ستيشن. تمام؟ دول ايه؟ الثلاث انواع. طب هل في مخاطر ممكن اتعرض لها اثناء استخدام السولدرنج ايرون؟ خمس مخاطر. خمس ايه؟ مخاطر. يبقى الهازاردس اللي ممكن اتعرض لها اثناء استخدام السولدرنج ايرون خمس حاجات. رقم واحد فير حرق. واحد قاعد في المعمل شغال خلاص، جنبيه مثلا هو شغال جنبيه ورقه، مش حاطط السن في الحامل، في ستاند، الستاند ده بحط عليه الايه؟ الحامل.
وقعد بيهزر مع زميله وحط الايه حامل السن سخن وحطه جنب الايه الورق هيعمل ايه السن هيحرق الورق والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل بعد كده طب بلاش ورقه جنبيه سلك السلك ده فيه كهرباء خلاص وحطه جنبه السن ايه سخن حرق الايه السلك كل سنه وانت طيب بقى عارفين فيلم فاينل ديستنيشن ممكن يحصل حاجه زي كده فانت خلي بالك بقى ان ممكن يحصل حرائق بسبب سن الكوي وما تستهونش بسن الكوي خلاص ده بيعمل انصهار للجلد هنشوف زي ما هنشوف دلوقتي ممكن يعمل انصهار بيعمل انصهار للجلد يعني درجه حراره عاليه جدا توصل ل 220 درجه مئويه 220 يعني ضعف درجه الايه الغليان فما تستهونش تاني حاجه ايه ميل انصهار ممكن يعمل انصهار ممكن يعمل انصهار للكبد ممكن يعمل انصهار للجلد بتاعك لو جه عليه خلاص واحد بيهزر مع واحد وحاطط سن الكاويه كده ممكن يجي على ايه على ايده او واحد بيهزر مع زميله او زميلته بيعمل له سن الكاويه كده ده مش عايز اقول لكم هنعمل فيه ايه اللي يعمل كده مش عايز اقول لكم هنعمل فيه ايه في غرفه معتمه جوه ربنا يستر بقى عليه تالت حاجة damage my eyes أو damage my eye يدمر الايه؟ العين ليه بقى؟ أنت وأنت شغال ماسك سن الكاوية كده وقاعد بتتكلم مع زميلك في موضوع ماسك سن الكاوية زي ما ماسكه كده واحد زميلك قاعد بيتكلم مع زميله وراح باصص فجأة هو بص في بصته ديت اوب خلاص ايه اللي حصل؟ عينيه ضاعت دخلت في عينيه سن الكوى دخلت في عينيه يبقى كل سنه وانت ايه؟ انت طيب دي من ضمن المخاطر اللي ممكن تحصل خلاص؟ رابع حاجه الكتريكال شوك يحصل ايه؟ الكتريكال شوك صدمه كهربيه، ازاي يحصل صدمه كهربيه؟ ممكن في بعض الناس ودول انا بقول عليهم المتخلفين بتوع الدفن صراحه بيعملوا ايه بقى دول؟ بيحط الكابل جوه الاستاند يعني يبقى مثلا مش واخد باله مستعجل عايز يخلص وراه امتحان مش عارف ايه وسن الكاوي داخل فين؟ في الاستاند لافف في الاستاند كده جوه ويحط سن الايه؟ الكاوي ايه اللي بيحصل؟ سن الكاوي بيحرق الايه؟ السن ويجي هو شغال ده لو يعني ما قطعوش يجي هو شغال يحصل ايه بقى يجي يشيل كده ويسحب ايديه تخبط في الايه في الكابل ويحصل له ايه الكهرباء الكابل ذات نفسه بتاع الايه بتاع الكاوي فانت لازم تراعي ان الكابل يبقى بعيد عن الكاوي يعني الستاند اهو اللي بتاع كده السن كده والسلك جاي كده ما يبقاش لجوه ما يبقاش لافف لجوه يبقى السن ايه بره تراعي حاجه زي كده طيب خامس حاجة الكتريكال ستاتيك في حاجة عنده كمبيوتر في البيت أحيانا وأنت واقف على الأرض وفصلت الكمبيوتر وفصلت الكهرباء وفصلت كل حاجة وتيجي تلعب في الكيس إيه اللي بيحصل؟ تكهرب ليه؟ عشان فيها ستاتيك تشارج في كهرباء إيه؟ ساكنة الكهرباء الساكنه دي ناتجه من ايه؟ ناتجه من المكونات اللي مصنوع منها الايه؟ اللي مصنوع منها الايه؟ البورده بتاعتك المذر بورد والكروت والحاجات دي. تمام؟ لان في حاجه اسمها باسيف كومبوننت وفي حاجه اسمها اكتف كومبوننت زي ما هناخد بعدين. باسيف كومبوننت اللي هو بيحد من مرور الطيار انما الاكتف كومبوننت ده اللي بيأثر على الطيار يكبره يصغره يعديه زي ما هو. فمعظم البورد الجديده دي بيبقى فيها اكتف كومبوننت وبالتالي بتحتفظ بالايه؟ الشحنه ممكن تلاقي فيها شحنه لفتره معينه فممكن وانت شغال وما انتش واخد احتياطاتك ما انتش لابس الهاند مثلا ايرث هاند في ايدك او ما انتش لابس سيفتي شوز خلاص يحصل ايه وانت بتلحم او شغال في الايه في البورده او شغال في الباور سبلاي بتاع الكيسه ولا حاجه ممكن تتكهرب نتيجه للايه؟ للالكتريك ستاتيك خلاص ديت ايه الخمس مخاطر اللي ممكن تتعرض لها اثناء استخدام الايه؟ الكوي نعم. هنا
مش ضروري سيتويشنز. يعني انت هنا بقى ايه احنا السؤال بيجي لك ازاي في الامتحان؟ ان انت دخلت المعمل وهتبدا تتعامل مع مجموعه من المكونات وتلحمها في دايره وهتحط هتستخدم فيها الكوي خلاص، انت هتكتبهم وفي العمل انا هشوف لو انت بتتبع التعليمات فخلاص انا هنجحك. طب واحد ما بيتبعش التعليمات ومكبر دماغه وهيهمبك خلاص مش هنجح حتى لو كتب الخمسه صح. فده يعتمد على شغلك فين؟ في العمل. اهم شيء السيفت طبعا، لازم يبقى في سيفت. وانا اعرف ازاي دلوقتي؟ واعرف ازاي تلحم؟ وانت بتلحم في تعليمات لازم تتبعها، لازم ظهرك مفروض، تبقى قاعد ظهرك مفروض. مش قاعد موطي. قاعد كده ظهرك مفروض، الصوره باينه؟ قاعد ظهرك مفروض والكاويه في ايدك اليمين والشريط اللحام في ايدك الايه؟ الشمال. هتعمل ايه؟ هتمسك سن الكاويه خلاص؟ ونقطة اللحام اهي على الارض. تمسك سن الكاويه هتسخن يا دوب بس نقطة اللحام لمدة ثانية أو ثانيتين وتحط الشريط، يبقى سن الكاويه نازل بزاوية كام؟ 45. الشريط بزاوية كام؟ 45. شايفين ايدي؟ والحم بمجرد ما الأزير يسيح خلاص، السولدر يسيح بشيل ايدي بطلع بزاوية رأسية، ما اطلعش لا يمين ولا شمال ولا لقدام ولا لورا، اطلع لفوق لحم، اطلع بالكاويه فين؟ لفوق كده. طلوعك بالكاويه لفوق مش هيعمل ودن، مش هيعمل انحراف لنقطه اللحام، لان انحراف نقطه اللحام بيؤدي لكوارث. انحراف نقطه اللحام بيعمل لي حاجه اسمها شورت سيرك، حاجه بيعمل حاجه اسمها قفله. فاطلع دايما اطلع فين؟ اطلع لفوق بسن، لما بخلص لحام بطلع بسن الكاويه فين؟ قول معايا لفوق. يبقى اقعد فرد ظهري. طب ليه فرد ظهري؟ هنقول دلوقتي. اقعد فرد ظهري، سن الكاويه في ايدي اهو نازل ب 45، شريط اللحام في ايدي الثانيه 45، اسخن الاول كده، وبعد ما اسخن احط المس شريط اللحام لسن الايه؟ الكاويه. طبعا الزر هيسيح، بعد ما يسيح اطلع بالايه؟ بسن الكاويه فين؟ لفوق بزاويه ايه؟ راسيه. طلعت يمين هتعمل ود ناحيه اليمين، شمال ناحيه الشمال، قدام هتعمل قدام، شمال هتعمل ايه؟ شمال. طبعا انت هتتدرب مرتين اثنين تعمل تمرين الشبكه عشان تلحم كويس. فانت هتعمل الموضوع ده ما تقلقش منه، انت هتتدرب كويس جدا يعني. وهتغلط. تغلط مره واثنين وثلاثه لغايه لما ايه؟ تبدا تتعود. وبعدين المخاطر اللي تعرضت لها اثناء استخدام الهاند تولز، والمخاطر اللي تعرضت لها اثناء استخدام الالكتريكال هاند تولز. طيب في حاجه بتعمل مخاطر ثانيه اللي هو السولدر بقى اللي حامل نفسه. السولدر السولدر ده بيعمل ايه؟ الحاجه اللي بلحم بيها السولدر ده عباره عن حاجتين اثنين، تن ولي. تن يعني ايه؟ تن اللي هو الازير، ليد اللي هو الايه؟ الرصاص. دائما وابدا التن اللي هو الازير بيوجد في الحياه العامه في صوره مايعه. مادة ايه؟ مائعة. مش تحطه في العلوم، المواد الصلبة والمواد السائلة والمواد المائعة والكلام ده تحطوه في العلوم. البيعة ديت اللي هي اللي هي صلبة ولا هي ايه؟ سائلة. شبه صلبة. اسمها شبه صلبة. أو شبه صلبة، تمام؟ يعني لو حطيت لو ضفت عليها مادة كمان بيحصل فيها ايه؟ بيحصل إن هي دي ممكن أخليها في صورة صلبة. عشان كده انا بضيف عليها الايه؟ بضيف عليها الرصاص. يعني انا بحط الرصاص عليها ليه؟ بحط الرصاص عشان اكسبها ايه؟ سماكه. لما اكسبها سماكه يحصل ايه؟ اقدر الفها على بكر واقدر ابيعها للناس، تمام؟ وبالرغم من ذلك في الزير سايل. لو ان منكم بيتعامل مع المكونات الالكترونيه وراح يقول للراجل هيعرف ان في الزير ايه؟ سايل. الزير السايل ده بيستخدموه في السيرفس ماونت اللي هو اللحام السطحي. طيب
اما باجي اروح اشتري السولدر بقول للراجل ايه انا عاوز لو سمحت عاوز سولدر بقول له السولدر بقى عاوز الزير 70 30 65 40 50 50 معناه ايه بقى؟ يعني بقول له انا عاوز الزيت عاوز الزير او شريط لحام 70 30 يعني 70% الزير و 30% ايه؟ رصاص. كل ما نسبه الزير تزيد كل ما كان درجه انصهار السولدر ايه؟ تقل. يعني ال 70 30 اول ما بيشم كوت اللي حاب يحصل ايه؟ بيزيد. طب ال 50 50 لا محتاج شويه. محتاج يقعد على السن شويه او محتاج كاويه ايه؟ السن بتاعها حامي عن السن الايه الثاني. طب 50 50 نفس الكلام محتاج كاويه اكبر والوقت بتاعها اعلى عشان يسيح الايه اللحام. ده بالنسبه للايه الازرق. طبعا بيبقى لونه سيلفر كده لونه فضي. هنستعمل 70 30 احنا عاوزين السعي يسيح بسرعه علشان الرجل بتاعت المكون مبص انا عايزينه يسيح بالايه بسرعه اول ما يشيل مكوت اللي عامل بتاع ايه سي سي. طب ايه المخاطر اللي ممكن تتعرض لها اثناء استخدامك للسولدر؟ حصل أول حاجة وأخطر حاجة الفيومز الأخشاب. الفيومز دي بتنتج أساس بقتات. أساس بقتات يعني أساس بقتات أزمة ربط. خلاص؟ الفيومز اللي هي الأبخرة. الأبخرة دي ناتجة عن إيه؟ ناتجة عن انصهار شريط اللحام وبالتالي الرصاص ده بيتصاعد. عشان كده بقول لك اقعد ايه فارد ظهرك ويستحسن تلبس كمامه. عارفين الكمامه اللي في الصيدليه ديت تقريبا بجنيه او جنيه ونص؟ بعت واحده تلبسها وانت شغال عشان الابخره دي بتعمل ايه؟ بتعمل سل وبتجيب ازمه ربو. تمام. انا بشوف ناس في العملي بيبقى قاعد عمل دماغه كميه الرصاص اللي بيشمها. لا والله قاعد داخل بدماغه في قلب البتاع. يعني هو شغال وداخل بدماغه في قلب البتاع كده شغال بنفس الشكل ده. ده محتاج يتعالج والله. فتبقى قاعد فارد ظهرك. لازم تقعد فارد ايه ظهرك لفوق. ولما تبقى ظهرك لفوق هتلاقي البخار ايه بيطلع بيبعد عنك. تبقى قاعد فارد ظهرك كده اول مره هتلاقي الموضوع صعب. بس بعد كده هتتعود تشغله وانت فارد ايه ظهرك. وزياده احتياط تجيب ايه؟ كمامه. طب اعالج الفيومز ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الفيومز اكستراكشن. اعالجها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الفيومز اكستراكشن، طارد الابخار. طبعا الحاجات دي بتبقى في المصانع الكبيره اللي هي بتتبع بقى تعليمات السلامه والصحه المهنيه زي الدول المحترمه او المصانع المحترمه اللي بتخاف على البني ادم. يعني في امريكا مفيش مصنع بيفتح متخصص في الالكترونيات اللي ما في حاجه اسمها الايه الفيومز اكستراكشن. الفيومز اكستراكشن ده عباره عن ايه؟ هورن كده. عارفين الهورن؟ عارفين السماعات بتاعه التكاتك او السماعات اللي هي السماعه الهورن بتبقى عامله كده هورن كده عباره عن ايه؟ شافط بيقعد يشفط الايه الابخره. يقعد يشفط الابخره ويطلعها يخزنها في البتاع بعد كده ايه يصرفها بره. تمام. عندش الشفاط. تمام. يبقى الفيومز الابخره ينتج عنها ازمه رب. اعالجها ازاي؟ عن طريق استخدام الفيومز. عن طريق استخدام الفيومز اكستراكشن. طبعا في حاجات تانية ممكن يحصل ايه؟ خلي بالك ان نص اللحام درجة حرارتها عالية جدا تصل ل 220 درجة حرارة عالية جدا. ممكن لو وقعت على ايدك تعمل ايه؟ هتعمل ميلت. تعمل انصهار للايه؟ للجلد بتاع ايدك.
ممكن تعمل ايه؟ تعمل بان، تعمل سبب حرائق برضه. وزي ما قلنا في اخطر حاجه ممكن تعملها انها تعمل شورت سيركت نتيجه انك بتعمل ودن للايه؟ لنقطه اللحام. خلاص؟ نقطه اللحام يعني ايه؟ بالانجلش فولت لاين. فولت لاين. خلاص؟ نقطه اللحام فولت لاين. طيب بعد كده اتكلمنا عن الهاند تولز العاديه، اتكلمنا عن الالكتريك هاند تولز اللي كان فيها ايه؟ اللي كان فيها السولدرنج ايرون، واتكلمنا عن السولدر. فاضل حاجه هنتكلم عنها اللي هو الدريلنج ماشين، ماكينه التخريج. يعني نتكلم عن الالكتريك هاند تول، ماكينه التخريج دي مهمه جدا. بستخدم مكنه التخريج في البي سي بي البرنتد سيركت بورد، بخرم بها النقط بتاعتها، فلازم اتعامل معاها صح، لان دي عباره عن بنطه وبتخش الايه؟ لتحت، وبالتالي ممكن ايه؟ تسبب مشاكل. الدريلنج ماشين، الدريلنج ماشين ده عباره عن دراع في بومبه، البومبه دي بتبقى رفيعه ويد، بشغل الموتور بيلف بيلفف الايه؟ البومبه، وبنزل بالبومبه على الايه؟ على مكان الايه؟ الخرم او الهول. بحصل ايه؟ بعد ادخل البومبه في الخرم يقدر بعمل ايه؟ سقف، بعمل سقف للايه؟ للهول. ده ممكن يعمل ايه؟ في واحد مثلا هو شغال حاطط ايده على الايه؟ على الخرم، يبقى هو بيخرم ايه؟ بيخرم ايده. يبقى انجلد ماي ايه؟ ماي هاند، هيعور نفسه. دايما وانت شغال ايدك بتبقى انت ظابط البورده بتاعتك وباعد ايديك. خلاص؟ فده ممكن يعمل لك ايه؟ انجلد ماي هاند. تاني حاجه الرايش، الرايش اللي بيطلع نتيجه عمليه التخريم ده بيحصل ايه؟ رايش، اللي هو ناتج عمليه الايه؟ التخريب. في عيل بعد ما يخلص يجي عامل ازاي؟ ده غبي. الرايش ده لو جه في عينيك ياثرك على عينيك، غلط، يتعب لك عينك. ما تخلص منديل وتيجي ايه؟ ماسح بالراحه كده وتيجي شايله ورميه في الايه؟ في البصل. فده يحصل ايه؟ دامج ماي اي. الرايش ده ممكن ايه؟ يأثر على العين. يعني ايه بقى رايش بالانجليزي؟ بتقول براشز. براشز حاجات براشز. طيب ده كده احنا خلصنا الدريلنج ماشين، خلصنا الالكتريكال هاند تول، وخلصنا السولدر، وخلصنا الهاند تول العاديه. خلاص؟ فاضل حاجه بس واحده في الالكتريكال هاند تول، احنا بنعتبرها من ضمن الحاجات اللي هي الايه؟ مع انها مكون، مع انه من المكونات، بس احنا بنعتبره هنا هنعتبره لان له مخاطر قريبه من الايه؟ الحاجات دي. اللي هو الايه؟ اللي هو الالكتروليتيك كاباستور. عارفين المكثفات؟ المكثف ده عنصر الكتروني بيستخدم ان هو بيشحن طاقه، عامل زي الخزان بشحنه ايه؟ طاقه، ومجرد ما اعرضه اللود يحصل ايه؟ يفرغ. عارفين الخزان؟ اشحن، بعد ما اشحن افرغ. طيب لو انا عندي مكثف مشحون وجيت استخدمته، المكثف عنصر ليه اقطاب، يعني ليه موجب وليه ايه؟ سالب.
لازم اوصل الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. طب لو وصلت الموجب مع السالب والسالب مع الموجب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجتين اثنين، اكسبلوجن انفجار او الكتريكال تشوك. لو كان المكثف ده جهده عالي هيحصل ايه؟ ممكن يحصل صدمه كهربيه، وطبعا الاكسبلوجن بتاعه بيبقى صوته عالي. خلاص اكسبلوجن والكتريكال تشوك لو وصل فقط نقول عليه ايه؟ الالكتروليتيك كاباسيتي، مكثف الكيميائي. هازارد اوف الكتروليتيك كاباسيتي مستر تعال لحد بالتس. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ لا هي تبقى هذا التست في الالكتروليتيك مقادير الايه المكثف. انا وصلت بقى ايه؟ انا وصلت الموجب مع السالب والسالب مع الايه مع الموجب. وصلت غلط، حصل عكين اثنين. رقم واحد اكسبلوجن فين او اكسبلوجن. رقم اثنين هيحصل الكتريكال شوك، هيحصل صدمة ايه؟ كهربية. في جزء ثاني هنكمله المحاضرة الجاية ان شاء الله، هيبقى متعلق بالسيفتي بقى، ازاي استخدم السيفتي. يعني عايز احمي راسي استخدم ايه؟ عاوز احمي دراعي استخدم ايه؟ عاوز احمي رجلي استخدم ايه؟ ما توقفش. فاضل حاجة بس احنا هنكملها اللي هو خطورة او مخاطر الصدمة الكهربية. انفجار هو موجود في البطاريات اللي هي بتاعت العربيه، هو البطاريات الجافه. طيب الصدمه الكهربائيه بتتوقف على ايه؟ احنا عمالين كل شويه نقول الكتريكال تشوك. طب هي بتتوقف على ايه؟ الكتريكال تشوك بتتوقف على عوامل. اول عامل اللي هو الباث المسار، تمام. ثاني عامل الديوريشن. ثالث عامل الاماونت اوف تشارج، كميه الشحن. يبقى رقم واحد العوامل اللي بتوقف عليها دي الكتريكال تشوك. انا اللي بمسح عمق كمان اخد دي واحده. العوامل اللي بتوقف عليها الالكتريكال تشوك رقم واحد الباور. يعني واحد الكهرب من رجله اليمين، الكهرباء مشيت من رجله اليمين عدت في النص ما طلعتش فوق وراحت رجله الشمال، ده يحصل له ايه؟ ممكن يحصل له ايه؟ بارالايز، ممكن يحصل له شلل. لو كان طبعا الكميه ايه؟ كبيره، ممكن يحصل له ايه؟ شلل. طب واحد الكهرب من دراعه الشمال دخلت الكهرباء عدت في قلبه ووصل لليمين، ده ممكن يموت. كهرباء مباشره في الايه في القلب ممكن ايه يموت. واحد كهرب من دماغه الكهرباء دخلت على المخ ده ممكن يموت. بقى المسار بيفرق، المسار بايه بيفرق. ثاني حاجه الديوريشن المده. واحد كهرب دقيقه زي واحد كهرب 10 دقائق، زي واحد كهرب ثانيتين، زي واحد كهرب 5 ثواني. لا، وطبعا كل ما المده تزيد كل ما كميه الشحنه بتايه بتزيد. يعني لو واحد الكهرب بواحد من 100 امبير ملي امبير كم ايه صغيره ايه بس قعد ساعه مثلا او ساعتين بالكهرب بالكميه دي طبعا هتزيد الكميه هتزيد وبالتالي هتاثر عليه. فالديوريشن ايه بتفرق. ثالث حاجه الاماونت اوف تشارج
كميه الشحنه الاماونت اوف تشارج كميه الايه الشحنه. احنا قلنا طبعا 100 ملي امبير كافيه ان هي تنهي حياه ايه انسان. 100 ملي امبير كافيه ان هي تنهي حياه ايه انسان. طبعا في جدول في الورق موضح فيه الكميه اللي وخطورتها ده تقراه يعني تبقى عارف برضه تبقى اوير بالموضوع يعني. الجسم ليه مقاومه، كل ما كان الانسان نظيف استحمى احترم في نفسه الكهرباء ايه ما تاثرش فيه قوي. الكهرباء بتحب الانسان القذر الديرتي اللي هو يعني ايه اللي هو ما بيستحماش اللي هو دايما بيعرقان فاهمني. وكل ما انت بتستحمى وجسمك يبقى نظيف الكهرباء مقاومه جسمك بتزيد، المقاومه بتاعتك بتايه الجسم ليه مقاوم تمام، فالمقاومه بتايه بتزيد. طبعا الانسان اللي هو بيعرق اللي هو ما بيستحماش اللي هو مهمل في نفسه ده بيحصل له ايه بيتكهرب بسهوله. الانسان اللي بتعور واحد متعور في ايده يفضل انه ما يشتغلش في الكهرباء لان ممكن يتكهرب بايه بسهوله. طبعا كان بقول الكلام ده لو ايه لو هو مش متبع تعليمات السلامه والصحه المهنيه، انما هو لو هو متبع بقى تعليمات السلامه والصحه المهنيه يشتغل عادي يعني لابس جسمته السيفتي لابس الهيد بتاعته الهيد بتاعته لابس الفيست لابس يعني مظبط ده لابس الجلافز بتاعته خلاص ما يلاقش من حاجه خلاص كده هو اللي خطر على الكهرباء تمام. في حد عنده سؤال؟ خلاص ماشي وقفنا.